وانطلقت الآن الجياد في شوطها الخامس على جائزة فيروز العبد العزيز يرحمه الله من أهل الرياض، واحد الرواد الذين يدخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. هذا الشوط مخصص لجياد وأفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات فأكثر التي كسبت من سباق وحتى 3 سباقات، ويقام هذا الشوط على مسافة 2400 متر، قيمة الجائزة 44,000 ريال، وانطلاقة قوية في هذا الشوط ورغبة في سحب النفس من قبل شهبة في المركز الأول، فتاك في المركز الثاني، الصارم في المركز الثالث، وشهبة تسحب الجياد كابنة الفحل شجران الآن في المركز الأول وبفرق كبير من الأطوال عن فتاك بن شجران أيضا في المركز الثاني، الصارم أيضا من الداخل، وكما تشاهدون شهبة متصدرة في المركز الأول بقيادة الخيال حسن المديني في هذه الأثناء، وفي المركز الثاني فتاك، وهناك تقدم ملاحظة من أحد الجياد بانتظار أن تتضح الصورة حتى تمكن من تحديد هوية الجواد، والصدارة للفرس شهبة متصدرة في المركز الأول ومتقدمة بعدد كبير من الأطوال يقدر ب10 أطوال تقريبا عن بقية الجياد المتنافسة. يعود فتاك للصدارة من الداخل، ولا زالت الجياد بانتظار أن تبدأ المنافسة اشتد فيما بينها مع اقترابها من المنعطف الأخير في هذه الأثناء. غاير على ما يبدو يظهر الآن في هذه الأثناء، والصدارة لغاير في المركز الأول واصلة أيضا، وتقدم الجواد رماي في المركز الثاني، المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية، غاير يتقدم في المركز الأول وتقترب بقية الجياد. وشاهد أيضا ناصف في هذه الأثناء بالإضافة إلى نهران المرشح الأول في هذا الشوط، وتنافس قوي في الأمتار الأخيرة، غاير ورمي وأيضا الجواد ناصف من الخارج يحاول أن يتقدم ويتصدر بالفعل. الجواد ناصف الآن بخسيبته يتقدم بناصف للصدارة في المركز الأول، ابن الفحل مياح ناصف يتصدر في هذه الأثناء، وفي المركز الثاني رمي. إذن الجواد ناصف يحقق المركز الأول لأبناء الأمير بدر وابن عبد العزيز في الشوط الخامس. ألف مبروك.